فاز النائب عادل العسومي بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، وذلك في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. ويعد هذا المنصب إنجازا كبيرا ومكسبا رفيعا لمملكة البحرين والدبلوماسية البرلمانية. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة النائب عادل العسومي، عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. مساء الخير أختي الكريمة. كيف تصفون فوزكم بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي؟ اولا طبعا أهن مملكه البحرين هذا الفوز بهذا المنصب راس القياده الحكيمه جلاله الملك وسمو رئيس وزراء سمو الاهل. طبعا هذا ترجمه حقيقيه وفعليه، لان التجربه البحرينيه اصبحت الان تجربه فريده متميزه تحظى باحترام وتقدير الدول الاخرى. طبعا مملكة البحرين الآن وهذه بدعم رعاية توجيه معالي رئيس مجلس النواب، لأن أولا أهني على هذا الفوز اللي هو كان له دور كبير في دعم مملكة البحرين، فأن هناك استراتيجية داخل مجلس النواب البحريني أن البحرين تكون تحصل على المراكز المتقدمة في المحافل الدولية مثل البرلمان العربي، البرلمان الآسيوي اللي من كم يوم أخذنا بعد نفس المنصب. لذلك أن البحرين الآن هذا بلا شك راح يساهم في أن البحرين تتبنى القضايا البحرينية، القضايا العربية. الحمد لله يعني المنافسة كانت شديدة، 8 دول تقدموا لهذا المنصب، لكن نحن قدرنا الحمد لله ان احنا نفوز بهذا المنصب، لان مملكه البحرين مثل ما قلت لك ان هي اصبحت الان تحمل تجربه ناضجه تحظى بثقه واحترام الجميع. بلا شك سنستخدم هذا المنصب في الدفاع عن القضايا الوطنيه، عن القضايا البحرينيه، عن القضايا الخليجيه، وراح نشاهم ان شاء الله في دفع العمل البرلماني العربي لما فيه خير مصلحه الأمة والشعوب العربية. نعم سعادة النائب عادل العسومي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.